FM. الكلمة ليك. أنت تحب تعمل حوار، لابد لأحد أن يبدأ أخي سفيان. أيوه. لابد للمجموعة الدولية أن تقوم بشيء، لكن هيك المجموعة الدولية إذا كان حد ما يبداش ويبادر ينيسي لا شوز، كومون فوليفو كسات أكسيون أريف. تونس هي اللي بدات، وتونس هي اللي تحركت، وتونس هي اللي خذات الامور وبدات خذات الزبام وقالت ايوه هي خذات الامور وبدات تخدم روحها. السيد الوزير عمل اتصالات مع سفراء في تونس لعديد من البلدان للتشاور والتحدث معهم. لا انا سمعت استدعى 10 سفراء وخاصه من الدول الفاعله، 10 سفراء نجم نقولهم اعطيهم لنا ماذا بينا. الولايات المتحده الامريكيه، ايوه، فرنسا، بريطانيا، تركيا، ايوه، الجزائر، مصر، قطر، الامارات العربيه المتحده، هذوما اجتمع بهم السيد الوزير واتلقى المبادرة التونسية للحوار اللي بيني وكلهم وفدين وكلهم أيدينها، كلهم أيدينها دونك تحت سور ايجي دي لانسون جوني بشقة وين في طرابلس. في طرابلس لأنه هذاك الأمثل وذاك الأحسن. والحكومة يعني اتخذوا الدول اللي داخلة من الخارج من بعيد، يعني تركيا وقطر وأمريكا وفرنسا لها شأن أخي سمي لها شأن، وخذيتوا دول الجوار بيان سور، تونس والجزائر ومصر اللي هما المفروض تشاد باغ اكزومبل تم بعده. علاش حقيقة يعني ما مازلنا معناها هي تو المبادرة قاعدين ما زالت قائمة، وتكون الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة هي تساعد الأمم اللي تعمل اللي تعمل. كاب اف ام الكلمة ليك.